أهلا بحضراتكم مرة تانية. هل الشارع المصري ملهي بما يحدث فيه والحرب الاقتصادية مستمرة على مصر؟ هل هناك خطوات يجب أن تتبع وبشكل سريع من قبل الحكومة الموجودة حاليا؟ لأن الحرب الاقتصادية مستمرة على مصر. أستاذة بسنت، حضرتك أشرت في بداية هذا الحوار لمفهوم اقتصاد الحرب وقلت لي المعونة ولا تفرق معانا، ولكن المشاكل الاقتصادية على مصر أكبر من كده. إحنا فعلا مليين باللي بنقعد نقوله عن جرائم ويعني مشاكل موجودة دلوقتي طبعا كلنا متابعينها، والحرب الاقتصادية غير منتبه لها خالص. كل الكلام اللي قاعدة أسمعه أنا طول النهار، القايمة النسبية ولا فردي، الأحزاب كويسة ولا وحشة، الحكومة تقوم وتقعد، يعني كلام كله الحقيقة ولا يوجد حديث ان مصر قدامها مخطط لضربها اقتصاديا، مش عشان تركع، عشان تنهار. ما بسمعش خالص. صحيح ما شاء الله الجيش والداخليه قايمين بشغلهم، لكن في حرب اسمها حرب ضد الارهاب جوه ارضك. يعني انت اي حرب دخلتيها كنت بتبقي على الحدود، الجيش بيقوم بدوره، حتى البوليس بيقوم بدوره، وبتهجري الناس اللي ساكنه في المدن اللي على الحدود ويبقوا امنين وهم يخلصوا شغلتهم بقى احنا نحتفل. النهارده انت بتتحاربي في الشارع كل يوم، حريقه في مكان، سرقات، يعني انت عندك حرب منظمه على ارضك، داخل ارضك في الشوارع وفي الحواري، اسمها حرب ضد الارهاب، وعندك حرب اقتصاديه منظمه من الخارج بتتم بمنتهى الاحتراف. طيب ناخد ومحدش منتبه للاسف. نعرف تفاصيل الحرب من الخارج من حضرتك بعد المداخله الهاتفيه من الدكتور مصطفى بدر الخبير باسواق المال، تعقيبا على الخبر العاجل اللي كان معانا دلوقتي، خساره البورصه المصريه لاكثر من 5 مليارات جنيه. دكتور مصطفى مساء الخير. مساء النور. دكتور مصطفى، يعني تعليق حضرتك على هذا الخبر، الخسارة بشأن المرة دي الأزمة السورية. تحياتي لحضرتك وللسادة الضيوف وللسادة المشاهدين. طبعا الأحداث اللي احنا بنشهدها على الساحة الدولية وبالأخص في الوضع السوري، وطبعا الاشتداد يعني الحالة ان هم ضرب سوريا ان آجلا او ان عاجلا، طبعا شيء بيؤدي للتخوف. العد التنازلي بدأ. مظبوط. بيؤدي لتخوف المستثمرين. انا برضو من الله ان ما تكونش عندنا العراق الثانيه ان شاء الله. الشيء الثاني والاهم احنا عندنا ضعف اقتصادي. انا بشهد للضيفه اللي مع حضرتك، طبعا انا يعني سامع استاذه بسنت. تحياتي ليها استاذه بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور والخبيره الاقتصاديه. دكتوره بسنت تحياتي لحضرتك. طبعا احنا عندنا جزء كبير جدا، يعني الوضع الاقتصادي بتاعنا بنشهد له ان احنا في حاله من الضعف الشديد. ده تصريحات الحكومه الرسميه. ده ملف من الملفات الهامه جدا اللي تولتها الحكومه منذ فتره. ده بينعكس على سوق الاوراق الماليه المصريه بعدم تشجيع المستثمرين لدخول البورصه المصريه. احنا اكثر من سنتين كان حجم التداول بيشهد له الجميع ان احنا بيتجاوز حدود ال 2 مليار جنيه. احنا الان دلوقتي احجام التداول ما بين 300 ل 400 مليون جنيه يوميا، في ظل التخوف الكبير جدا ان احنا بنشهده. احنا عندنا حدث كبير جدا، محاربه الارهاب. الحكومه بتلتفت، يعني انا في وجهه نظري بطيئه جدا في محاربه الحاله الاقتصاديه. عندنا تضخم كبير جدا، عندنا تراجع في احجام النمو، عندنا تراجع في الاحتياط النقدي، عندنا ملف البطاله، عندنا ملفات كثيره حقيقه تحارب وتكون ليها يعني جهاد كبير جدا من الحكومه الحاليه. اعتقد طبعا انا اعذرهم لان كثير من الملفات الامنيه والملفات السياسيه، وطبعا سمع الدكتوره بسنت بتقول ان هم ملتفتين جدا للوضع في الدستور، ثم الاحزاب عايزينها قايمه ولا فردي، ومش ملتفتين ان المجتمع عايز يشتغل ويعود للمصانع اللي اغلقت، مش عارفين يعني نكيف امورنا ونسارع بكيفيه اعاده الاستثمارات مره اخرى اللي خرجت من مصر خلال الاحداث اللي فاتت. المستثمرين المصريين يا فندم توقفوا تقريبا عن حتى التداول في البورصه المصريه. لازم في حاجه مهمه جدا، عودة الثقة ما بين الحكومة حتى دي والشعب المصري أو المجتمع المصري وبالأخص رجال الأعمال. عودة الثقة. طيب بشكر طبعا. بشكر حضرتك دكتور مصطفى بدر خبير أسواق المال، و أستكمل النقطة اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها قبل هذه المداخلة الهاتفية. اتفضلي يا فندم. شوفي حضرتك الجهود الخارجية لضرب الاقتصاد في مصر. طبعا، ولذلك استكمالا بقى للخطة اللي لازم الدولة تقوم بيها، لازم تحط خطة اقتصادية لمراعاة العدالة الاجتماعية. انت عندك اكتر من نص شعبك
مش عايزه اقول فقراء، كلنا فقراء، انما مش عايزه استخدم لفظ ناس مش قادره تاكل ولا تشرب. لازم الحكومه تحمي الفئه دي، لان الفئه دي هي اللي حمت الثوره وهي اللي قامت بالثوره وهي اللي هتقدر تستحمل اذا استمرينا. لكن لو سيبنا هذه الفئه تنهار اكتر هيحصل عندك داخليا لخبطه. فانا عايزه اقول مش بس استقرار امني، انا عايزه استقرار اجتماعي. عشان الناس تستقر اجتماعيا لازم الحكومه تلتفت لهذا الموضوع، مش بقى نقعد نجادل ونعمل في مؤتمرات ونعمل في ابحاث. مفيش وقت للكلام ده، اصدار بيانات كفايه. يعني انا زهقت، انا ساعات مره قلت لحد من اصدقائي دوله البيانات مش معقول. كل يوم بيان بيان، انا عاوزه افعال. تجاوزنا بقى المرحله كفاية دي، كفايه الحقيقه يعني. طيب استاذ يسري اتفضل حضرتك ليك تعقيب على كلام طبعًا دكتور مصطفى طبعًا الاول طبعًا. هو مساله مصر دلوقتي في الحقيقه هي مفتقده المشروع. يعني احنا عندنا ثورتين وثورتين بلا مشروع. العداله الاجتماعيه دي مصطلح مستخدم في مصر منذ العهد الناصري حتى هذه اللحظات، وعبد الناصر لما يعني قام مشروعه بالتحديد على مشروع العداله الاجتماعيه، وفهمنا ساعتها ان العداله الاجتماعيه ان انا اوزع 10 افدينه على المواطنين فقط. الموضوع اكبر من ذلك بكثير يا استاذه. انا متفق تماما مع استاذه بسنت، فكره احنا في حرب، حرب مفتوحه لحضرتك كل الجبهات. انت محتاجه تنجزي مشروع سياسي حقيقي. بداية المشروع السياسي ده هيبنى عليه الاستثمار، هيبنى عليه العدالة الاجتماعية، هيبنى عليه أشياء كثيرة جدا. لكن حضرتك ما تقدريش والوضع الاقتصادي السيء اللي احنا بنعيشه الآن تفتحي كل الجبهات أو تفتحي دفترك كل مرة واحدة. لا، انت محتاجة حضرتك ستيب باي ستيب أو خطوة بخطوة حتى تستطيع إقامة بناء متكامل يعني يؤسس لثورتين مش ثورة الواحد. فدي المشكله الاساسيه. المشكله الثانيه اللي مساله الحكومه، احنا يا استاذ احنا لا، المساله مش مساله خليهم ياكلوا عيش، المساله احنا بقينا بلد المليون كشك. يعني المساله حضرتك محتاجه لنظام يؤسس بشكل واضح ايه هو مفهومنا اصلا للبطاله، ايه مفهومنا للعداله. طب انا اكمل بس لحضرتك، احنا في حرب. انا مش مختلف مع حضرتك، بس مش معنى الحرب ان انا اشوه مصر. حضرتك ان وسط البلد ناس عايزه تاكل، اصل حضرتك ما مش معنى ان انا عاوز اكل ان انا اقضي على الاخرين. حضرتك في المواصلات في الشارع ممكن تمشي في 5 دقائق بتاخدي في ساعتين دلوقتي. ليه حضرتك؟ حضرتك ليه من الباعة الجائلين سدوا الشارع؟ طب يعملوا ايه؟ لا ما انت وفرت لهم يا فندم، ده اصحاب المحلات سابوا المحلات وبداوا يفرشوا في الشارع. احنا محتاجين بشكل واضح دولة القانون والمواطنة. هذا هو المشروع. احنا الدستور اللي بيتغير للاسف الشديد كما حدث في دستور 2012 بنعمل نفس الاخطاء. احنا بنعمل الدستور بنغير مواد بدون فلسفة، بدون نظرية لهذه الدستور. ماذا تريد مصر ان تكون بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، بعد 15 سنة، وهكذا. حضرتك في نقطة مهمة جدا، احنا لن نستطيع ان نعيش هكذا. احنا عايشين على عالم عائلة للأسف الشديد. احنا ربما يكون القروض او المنح اللي جات لنا من الدول العربية هي مسكنة، وهم يعلموا تماما، الدول العربية يعلموا تماما ان مصر لا تخوض حربها فقط، لكن هي تخوض حرب العالم العربي والعالم الاسلامي. لان البنوك والامراء مهددين فرشهم. ببساطة شديدة جماعة الاخوان المنتشرة في اكثر من 81 دولة كانت بتلعب في الوطن العربي ككل مع مشروع استعماري ليبرالي يعني امبريالي جديد في المنطقة. نحن كنا امام سايكوس بيكو جديد، واللي ينظر للمشهد العراق دلوقتي لن تقوم له قائمة الا اذا العراق بقى دويلات وحرب للاسف الشديد. ده ممكن حرب اهلية اللي حضرتك قلته يعني للناس. نعم، انا بقول ربما نفاجأ يا اهلي، احنا ربما نكون امام سايكوس بيكو جديد، امام اعادة تقسيم المنطقة على اسس طائفية جديدة تخدم مصلحة اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية. بمعنى ننظر الى اليمن، ننظر الى ليبيا، ننظر الى العراق اللي دخلت الولايات المتحدة بالقوة العسكرية لفرض ديمقراطية قالت عنها كذلك. لم يكن هناك، لم ولن يكون هناك عراقا طوال ما الامريكان موجودين في المنطقة بهذا المنطق. بالاضافة ان للأسف الشديد النخبة العراقية نفس اللي بتفعله النخبة المصرية منقسمة ايضا على ذاتها. واتفق كده مع الاستاذة بسند في فكرة ان احنا عمالين خناقات طول الوقت على المادة 219 على النظام القايمة، واحزاب للأسف بيقودها افراد بيتحكموا بشكل يعني ديكتاتوري في قناتها، وسايبين القضية الكبرى، القضية الكبرى التي تتمثل في اعادة بناء مصر مرة ثانية على وكلنا نعلم ان مصر مع فكرة الموجة الثانية للثورة و30 يونيو
أمنحت وأسقطت مخطط استعماري جديد في المنطقة، وده يفسر ليه أكتر من مخابرات 8 دول اجتمعوا في قبرص واجتمعوا مؤخرا في ألمانيا بمساعدة تركيا أو العثمانيون الجدد وقطر بشكل مباشر لمسألة وكيف استطاعت واستخدمت الدول الاستعمارية منذ وجود على أرض مصر الجماعات الإسلامية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين في ضرب كل المشروعات الوطنية بما فيها مشروع عبد الناصر. طيب حضرتك كان لك سؤال. كان ليها تعليق. تفضلي. تعرف حضرتك احنا عايشين لغايه دلوقتي ازاي من الثلاث سنين اللي فاتوا دول؟ من الاقتصاد اللي مزعل حضرتك ده 30% تقريبا، تلت اقتصادك الناس الغلابه اللي قاعده في الشارع دي اللي عمالين بنجري وراهم بالعربيات ونقلب لهم بضاياهم، واقتصاد الجيش. تعرفي يعني دول الاثنين دول حضرتك، معلش بس يعني انت عندك لازم حضرتك تشرحي يعني ايه من خلال الباعة الجائلين الاقتصاد كان قايم في الثلاث سنين. انت عندك حضرتك اقتصاد رسمي عارفينه كلنا، مصانع وعماله وبتدفع ضرائب وتامينات الى اخره. بعدين عندك اقتصاد اللي الناس بتستخدمه في التلفزيون ويقول لك اقتصاد بير السلم، اقتصاد الاسود بلاك ايكونومي يقولوا عليه في امريكا، اللي هي الناس اللي بتشتغل بس بدون صفه رسميه وتقف في الشارع تبيع وده بس ما بتدفعش ضرائب ولا تامينات، اللي هم الغير رسمي مش ملوش ورق. وكان فتره طويله جدا كان الدكتور يوسف بطرس غالي سابقا كان بيحاول انه يدخلهم في الاقتصاد الرسمي، الحمد لله انه ما دخلهمش عشان يقدر مثلا يدفعهم تأمينات يراقب عليهم، هم ليها مساوئ. إنما أقصد هم بيبيعوا وبيشتروا وبيأكلوا وفتحين بيوته. لأني بقولك إحنا في حالة حرب، في الحروب ممكن أسرة تديها بيضة عشان تأكل على البطاقة، إحنا في حرب الناس مش عايزة تفهم دي. فانت النهارده عندك ناس اللي حاجه بتقول مزعلينك وعاملين زحمه. مين الناس اللي عايزه الحكومه؟ لا لا خليني اكمل بقى. حضرتك تقصدي الناس مش عايزه تفهم الحكومه؟ لا 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 طبعا انا حتى الشعب المصري عن الدوله. انا شفت محافظ امبارح في التلفزيون الحقيقه وانا احييه، انا بس الواحد لما بيكبر في السن الزهايمر بيشتغل، مش فاكره انه محافظه قال انا لا يمكن هشيل بائع جائل من الشارع قبل ما اعمل له مكان يروح يقعد فيه. والله العظيم انا لو اعرف اتصل بالراجل ده كنت رحت له لغايه عنده. طيب بس استاذه بس انت عنيه لحضرتك راي تاني، يعني كان في ناس لا يعني بتعلن استيائها من وجود الباعة الجائلين. طبعا عاملين دوشه ده مامتي ايه. طيب ايه حضرتك حضرتك رد خلينا نكمل. طيب برضو الجزء الثاني احنا في حرب مش عايزه بس رد حضرتك برضو ما بقول لك هم مضايقينهم ده شكلهم مش لطيف يعني عاوزين شلهم مش لا مش حكايه شكل مش لطيف لا لا يعني لا يعني هم اعربوا عن ان انا نفسي تعبانه منهم بس لازم استحملهم. حضرتك هعمل ايه يعني في شوارع اتقفلت اعمل لهم اماكن ثانيه وهم يروحوا رفضوا يروحوا رفضوا في خناقات بقى ويعني وترشق لفظ ولا اخر تقول لهم روحوا اقعدوا في الصحراء مش هيروحوا يبيعوا للرمال هناك يعني. الحاجه الجزء الثاني اللي ساند بلدك برضو خلي بالك اقتصاد الجيش اللي برضو كان عليه احتجاجات كثيرة جدا لو تتذكري وعايزين يدخلوه في الموازنة لا ده بتقريبا 40% من السوق. عارفة حضرتك لولا الاثنين دول ما كناش لقينا حاجة في السوق. انت في حاجة بتنزلي الأسواق بتلاقيها مش موجودة؟ لا الدنيا يعني موجودة. زي ما هي غلط شو صحيح بس كله موجود. لا انا بتكلم يعني احنا لسه مرتاحين لسه عايشين مرتاحين والله لو اللي جرالنا ده الثلاث سنين دول عدى على الولايات المتحدة الأمريكية كانت انهارت. احنا شعب صبور لكن ما جيش بقى انا استغل ضعف الشعب واصلته اني ما اعملوش حلول. لا انا لازم ابتدي من تحت وانا بكررها للدكتور ببلاوي عايز تحط الحلول ما تقوليش المستقبل وهنعمل خطه لخمسيه. الناس دي عايزه حقها الناس الغلابه دول برضه حضرتك يعني في اشاره في كلامك للبطاله طبعا يعني البطاله سبب رئيسي والفقر حضرتك والعشوائيات اللي انا بكرر في كل حته عار معلش عار على جبيننا كلنا. ايه هي الاولويات العشوائيات الاولويات حضرتك انك تاخدي الغلابه دول تطلعيهم على وش الدنيا بس مش تحط لهم حياه كريمه. السحر عندك ما شاء الله يعني هو يعني في كان راي بيقول انه جماعه الاخوان المسلمين كانت بتستغل البطاله لدى الشباب وبالتالي استطاعت انها تعمل عمليه حشد كمان وانها تاخدهم في طريقه التفكير ووجهات النظر وبالتالي اتبعوها. ممكن بقى انا اربط عفوا الحرب الاقتصاديه بدي. انت بقى دلوقتي في مرحله اخطر منها. انت عندك فقر اكتر وبطاله اكتر وعندك حصار وحرب اقتصاديه هيستخدموا برضه بس بطرق اتمنى ان احنا ما نوصلهاش لانك ما تقدريش تجيبي واحد لا قادر ياكل ولا ياكل اولاده ولا ياكل عيلته وتقولي له عيب كده.
لا العيب على الحكومة مش عليهم هم، هم غلابة. طيب أستاذ يسر، في ناس ما بيشغلهاش اللي بيحصل على فكرة، قد ما بيشغلها يعني القوت اليومي ورزقها النهارده اخباره ايه، لانه في ناس كمان بتشتغل باليوميه. نعم صحيح. فما بتتكلمش بقى ولا في احزاب ولا في سياسه، في حين انه كله طبعا مرتبط ببعض. نعم. انا بس عاوز اقول في يعني ببساطه شديده جدا مساله الاقتصاد الرسمي، بالفعل انا متفق مع الاستاذه بسند ان الاقتصاد غير الرسمي هو اللي حمى مصر خلال المرحله الماضيه، والاقتصاد غير الرسمي هو مش مساله الاكشاك الموجوده في الشارع، لان الناس سابت محلاتها وفعلا طلعت في الشارع، دي المشكله. فبالتالي احنا محتاجين القانون لاعاده الانضباط وتوفير اماكن بديله لمساله البيع الجائلي، كلنا متفقين على ذلك. مساله الاقتصاد الزراعي اللي هو الفلاح اللي بيزرع الارض ويخزن المحصول وياكل منه طول السنه هو واولاده، ده الاقتصاد الغير رسمي بشكل مباشر، مش مساله البيع بشكل مباشر هو ده الاقتصاد. دي النقطه. النقطه الثانيه والاهم مساله الاخوان المسلمين. الاخوان دائما ما بيصطادوا الشباب في مرحلة التعليم على وجه التحديد، وحضرتك لو بصيتي للتشريح الخصائص التشريحية لتكوين هذه الجماعة تلاقي أغلبهم، حضرتك أغلبهم من الحاصلين على شهادات العليا من دكاترة ومهندسين، لأن هم في مرحلة التعليم الجامعي هم بيبدأوا ينشطوا في مسألة الشباب اللي جاي من الثانوية العامة من الأرياف ومن المحافظات المختلفة إلى المدن الجامعية، فبتحصل عملية التعبئة، عملية التجنيد. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا بيستخدموها في الانتخابات، اللي هو مسألة الاستغلال احتياج المواطنين للمسائل الحياتية. حتى الناخب المصري مؤمن تماما ان هو لن يستفيد من الأحزاب ولا من المرشحين الا وقت الانتخابات فقط، يعني لديه. قبل ما نسيب النقطه دي، ده ممكن يحصل تاني ولا خلاص الوعي عند المواطن المصري ايا كانت حاله العوز والحاجه تمنعه انه يعمل موقف زي ده؟ انا هجاوب حضرتك، لازم نفرق ما بين المعرفه وما بين الوعي. الموجود في مصر دلوقتي هو معرفة بخطورة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية أو عامية حزب الدستور على سبيل المثال، وما بين إدراكه ووعيه لمسألة كيف يتم استغلاله واستخدامه لصالح هذه الجماعة. ومسألة يعني مش عايز أخش تاني للأحزاب والانتخابات عشان بس بسنت ما تزعلش، لكن خلينا نتكلم، خلينا نتكلم بشوية بمنطقية أو برشادة سياسية. وكلنا أمام معضلة الآن، هل جماعة الإخوان المسلمين لو جاءت عبر في الانتخابات سواء كان بالنظام الفردي أو بالنظام القائمة ورجعت لها عدد من المقاعد ليس بالقليل واستطاعت أن تعطل أو تشيل الحكومة، ماذا نحن فاعلون؟ هل هنقوم بثورة جديدة بقى ولا لأ؟ علشان كده دي المسألة المهمة ودي الإشكالية الموجودة أمام المصريين الآن. إما عليكم أن تدركوا تماما يا مصريين أن مرحلة بناء الدولة فيها تكلفة، ولابد أن يعني نتحمل هذه التكلفة ونصبر، يعني احنا صبرنا 3 سنين فيش مشكلة نصبر كمان سنة يا استاذ بسند لبناء نظام حقيقي ديمقراطي يؤمن بالفرد، يؤمن بأهمية الفرد في المجتمع. المسألة هنا متعلقة بفكرة نظام كامل، نظام سواء على المستوى الصحي، مستوى التعليمي وغيره من المستويات المختلفة. حضرتك احنا في معضلة، احنا بنتكلم دلوقتي على 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 اقتصاد منهار. طب حضرتك انا يعني بدلائل، انا عاوز اقول لحضرتك هناك بعض المدارس في مصر المصاريف بتدفع بالدولار يعني بشكل مباشر وده موجود، وفي حين ان مثلا تلاقي في بعض مستويات التعليم العام افضل بكثير جدا من هذه المستويات. فالمساله هنا برؤيه، احنا محتاجين رؤيه، محتاجين مشروع وطني حقيقي نلتف جميعا حوله اكتر. طيب. من مساله المؤسسه العسكريه او الاحزاب او غيرهم من الامور. طيب استاذ بسنت، حضرتك في ممكن ارد برضه على نقطه السؤال اللي سالتيه، طول ما في فقر الاصوات هتباع وتشتري، طول ما في فقر مش وفي بطالة لا تقعدي تقولي لي مشروع ولا يعني صعب يكون في ديمقراطية في مكان في مستحيل. طب ازاي والهند اكبر ديمقراطية في العالم ونسبة الفقر فيها اعلى من مصر؟ تعرف حضرتك كل ست في الهند بتشتغل، وده الاقتصاد غير الرسمي. كل بيت تعرف حيك لو شجعت القروض متناهية الصغر وديت الستات تشتغل، لو رحمت الناس اللي عايشه دي ومش عارفه تعيش وعايشه في عيشه ازاي، مش عايزه اقول اقل من عيشه اللي مش عايزه استخدم الفاظ اكتر من كده، في ناس عليها لا جول. هو اكتر في من ناس كده يعني، انا ليا تجربه معاهم في احنا الافلام التسليه بيعيشوا المقابل. داخل كمان قلب الجبل يعني حافرين جوه قلب الجبل وعايشين، وعلى فكره اعداد كبيره بالالافات
يعني بس الحكومه مغمضه عينها وشايفه ان دول ما عندهمش مشكله وان يستحملوا معانا بس يشدوا حيلهم بس شوية. واضح برضو من يعني حديث حضرتك واستاذ يسري انه يعني لم يرتاح البعض ان مصر نجحت في ان يسقط نظامين للحكم دون ان تسقط الدوله ودون ان تنهار الدوله. الدوله مش هتسقط بانضباط الجيش وايضا بتلاحم الشعب. حوارنا لازال مستمر مع حضراتكم، ولكن الآن تنفصل قناة سي بي سي عن سي بي سي بلاس 2، وحوارنا مستمر مع حضراتكم على قناة سي بي سي بلاس 2. فاصل ونستكمل هذا الحوار، خليكم معنا.